واحد تحية والسلام عليكم بزاف ديال الإخوان كيسولوني كيقول لي حكيمة ما كتمشيش تقرا شي شيرموكا فين كتلقاي الوراق ديالها؟ أغلبية كيكونوا بحال هاد الصندوقات هادي كتحل يا إما إلا غاديكروشي كتخلي الوراق هنا وكتسدها مزيان فين يدخل لهاش الماء، أو ملي كتبغي تهز الرموكة كتلقى الوراق كاينين هنايا. ما عليناش، أغلبية كتكون يا إما من هاد الجهة يا إما كتكون من الجهة اللي ملهي، أو إلا في حالة ما لقيتيش هادي كتكون طايرة باغفوا مع دوا ريفية تاني تقدر طير كتلقاها في ال غنشوف إلا كانت في هادي كتلقى شي طفايات العافية هنا كتكون فيها، هذا يعني الكود ديال السائقين. أنا نشوف بالنسبة لي سبونسيون حنا ديجا هضرنا عليه ما غاديش نعاودو نهضرو عليه، راه الفيديوهات في قناة السائقة المحترفة حكيمة. ما كايناش بلاصة طفاية هاد العافية، نشوف هاد الرموكة هادي أولا صندوقات بحال هادي ما كاينش، هادي ما فيهاش طفاية هاد العافية بلاصتها. المهم نرجعو للرموكة معاكم المذيعة حكيمة يا عمادي. صافي هادشي اللي بالنسبة لهداك توضيح وصافي، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.